المستشار يتعهد بتقديم مزيد من الدعم الإنساني لأوكرانيا. وزير الخارجية يناقش في بروكسل تطورات الحرب في أوكرانيا. انتهاء عمل لجنة خبراء كورونا رسمياً بعد انتهاء الأزمة. سوبوتكا يوقع مذكرة تفاهم الأولى من نوعها مع البرلمان المغربي. والنمسا تتعهد باستمرار الكفاح ضد كل أشكال العنصرية والتمييز. مع بداية الربيع يحتفل العالم العربي بعيد الأم، أجمل نعمة لقلوب البشرية. فتحية لكل الأمهات والرحمة للواتي غادرونا. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. تعهد المستشار النمساوي كارل نيهامر بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا التي تخوض حربا ضد روسيا منذ أكثر من عام. وقال نيهامر في اتصال مع زيلينسكي: بصفتنا دولة محايدة لا يمكننا تقديم الدعم العسكري لبلادكم، لكن يمكننا توفير المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الناس من الحرب. وقال أن النمسا قدمت حتى الآن حوالي 130 مليون يورو مساعدات. وشكر زيلينسكي نيهامر، كما تم الاتفاق على مزيد من التعاون في المجال الإنساني. أكد وزير الخارجية شالنبيرغ أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ناقش الحرب الروسية وتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو إضافة إلى تونس. وقال شالنبيرغ أن هناك توافقا بين الوزراء الأوروبيين على ضرورة فرض المزيد من العقوبات على أولئك الذين ينتهكون بشكل صارخ حقوق الإنسان في إيران. وترغب دول الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية جديدة في 12 شهرا القادمة، حيث سيتم تخفيض حوالي ملياري يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا. سيتم حل لجنة خبراء كورونا جيكو اعتبارا من نهاية هذا الشهر، وذلك بعد استقالة بعض الأعضاء احتجاجا على موقف الحكومة. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، كان من المفترض أن يستمر عمل اللجنة حتى نهاية يونيو، ولكن لوحظ أن نشاط الحكومة كأداة اتصال في الأزمات لم يعد ضروريا. وشكر المستشار النمساوي نيهامر ووزير الصحة أعضاء اللجنة على عملهم التطوعي. وقال نيهامر: قامت اللجنة بعمل ممتاز في وقت صعب، وساعدت النمسا على تجاوز الوباء بشكل جيد. اتفق رئيس البرلمان النمساوي مع نظيره المغربي راشد الطالبي العلمي في الرباط على تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين. ووقع الطرفان على مذكرة تفاهم تشمل تطوير العلاقات البرلمانية والإدارية وتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. وثمن الجانبان عمق ومتانة العلاقات التي تجمع المغرب والنمسا، وأعرب عن الاعتزاز بتخليد الذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبالمسار المتميز الذي تشهده العلاقات بين المملكة المغربية والنمسا. بطبيعة الحال أنتم كما تتبعتم هذه الزيارة اللي جات مباشرة بعد الزيارة اللي قام بها المستشار النمساوي ووزير الخارجية، واللي كان فيه تصريح صريح لمساندة المغرب في القضية الوطنية واعتبار الحل الحكم الذاتي اللي قدمه المغرب هو المقترح ذو المصداقية والجدية، واللي كيحترم القانون الدولي
تم توقيع اتفاقية حول التعاون في جميع المجالات على المستوى البرلماني بين البلدين أو متعدد الأطراف في يعني على المستوى الدولي. أكدت النمسا اليوم التزامها بالحفاظ على المساواة في الحقوق والكرامة لكل شخص، مشيرة إلى استمرار كفاحها ضد كل أشكال العنصرية والتمييز. وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهو المبدأ الذي نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أحصت منظمة زارا ما يصل ل 1500 حادث عنصري في النمسا العام الماضي بانخفاض طفيف عن السابق. وأخيرا نتمنى أن تتحول الشعارات إلى أفعال حقيقية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كنت معكم أنا هيفاء، ألقاكم في نشرات لاحقة. إلى اللقاء.